السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلموا على مقابله ارسنال ومان سيتي اللي فاز فيها رياض محرز رفقاء رياض محرز بثلاثيه، واللي قدم فيها مردود مقبول ومقبول جدا ومردود جيد، حابين نرجع فقط على تتويج نابولي، والف مبروك لفوزي غلام اللي حقيقه ما لعبش صحيح، لكن عائد من اصابه اكثر من عام وعام وهو في اصابه. نابولي توجت بكأس إيطاليا على حساب لايوفي، إذن ألف مبروك لفوزي غولا. نتكلموا على المقابلة. أول شيء سابقا قلنا باللي الحارس غارديان تاع سيتي يلعب مع محرز أكثر من يلعب سيرلينغ مع محرز، رغم أنه من المفروض سيرلينغ ومحرز يلعبوا دائما بعضهم ويلعبوا في الأوفنسيف، من المفروض سيرلينغ دائما يعطي المحرز والعكس صحيح. احنا شفنا محرز يمد الكافيار لسيرلينغ، لكن سيرلينغ يمد الكافيار المحرز لحد الساعه مازلنا ما شفناهاش. الشيء اللي قلتها سابقا راه يتحقق الان. قلت باللي سابقا عندنا فيديوهات قادمه، اللي يحب يرجع للارشيف، قلت باللي الحارس الغارديان تاع سيتي يبد لي بال اكثر من سيرلينغ المحرز، والحقيقه شفناها. الغارديان تاع سيتي عطى الكرة المحرز لقى روحو فاس فاس، لو كان شوي الغارديان تاع ارسنال بعيد شويه برك كان يسجلها محرز، ومن بعدها لعب على الكوتي تاع المحرز، عطاها الديفونسير والكر وقع المحرز، ومحرز جاب ضربة جزاء اللي شفتوها اللي دا بها دافيد لويس، اللي كان خارج الاطار صراحة، كان خارج الاطار من الشوط الاول لما دخل كان خارج الاطار. اذا يعني سيناريو ستيرلينغ مازال يتعاود، يعني المسلسل تاع ستيرلينغ مازال يتعاود. رغم هذا الشيء اللي لاحظته في المقابله وممكن خاوتي لاحظوا لاحظتوه، انه محرز بعد ما جاب ضربه الجزاء واللي سجلها دي بروين، اللي كان الشوط الاول خارج الاطار، اول مره نشوف دي بروين بالمستوى الضعيف هذا، خاصه الشوط الاول كان خارج الاطار، ما عدا الباس اللي عطاها المحرز هذيك اللي ضيعها فاس فاس، كانت قريبه للحارس وكان حب يديرها بتي بون للحارس. اذا في الشوط الثاني بعد ما سجل دي بروين ضربه الجزاء، بعد ما سجل ضربه الجزاء محرز بدا محرز يدير في لابيل فلا دروات فلا غوش، فالحق به المحرز بدل المناصب نتاعو، الحق حتى لعب افون سونتر راس حربه في بلاص جيسوس، بصح البالون ما يجيش، البالون ما يجي، خاصة سيرليغ معروف لعب في لادروات في الجناح نتاعو، يعني في البوست نتاعو لعب في لاغوش، جيت سيرلينغ لعب في كناف كافون سونتر راس حربه، بصح البالون ما يجيش، ها البالون ما يجيش، علاه هاكم تعرف. اذا رياض محرز اليوم خصم في الشوط الثاني، وعودة من وعطلة طويلة نوعا ما من مارس الكورونا، بعد الوباء تاع كورونا توقف كل الدوريات، توقف المنافسة، التدريبات، اللياقة البدنية هبطت، مهم حتى لو لاحظتوا حتى فريق السيتي ما عندهمش متمكنين من الكرة، يعني مليح خاصة في الشوط الأول البالون يقيسوه، ساعات دي فوا يودروا البالون، ساعات البالون ما يقدروش يحكموه يقارديوه ولو مدة طويلة في بريمير ميطون نحكي، لأنهم يعني مش متعودين على المقابلات وريتم المقابلات، وهذه عطلة طويلة والكورونا، مهم حتى اللاعب نفسيا يكون ماهوش مهيئ مليح. لكن هذا ما يمنعش أنه رياض محرز خاصة في الشوط الثاني دار مقابلة مقبولة جدا، دار اللي عليه، ما في الشوط الأول ولا في الشوط الثاني، وفي الشوط الثاني لو سنحط له الفرصه وعطاوه لي بال كان قادر يكون يسجل اهداف وكان قادر يتعب ارسنال، لكن للاسف هاكم تعرفوا العقليه نتاع سيرلينغ وبعض الانانيين هم شكلا، لان غوندوغان يلعب مع محرز، دافيد سيلفا احيانا يلعب مع محرز، دي بروين يلعب مع محرز احيانا، لكن سيرلينغ حاله خاصه، سيرلينغ ما يعطيكش البالون كلوش، يكون يعطيك البالون كي عارف روحو عيروح لادفيرسير،
الكره تروح لادفيرسير، يعني البالون يروح لادفيرسير يعطيك سما رايحه يقول لك يعني مدة كان اجتهد كما اجتهدش رايحه لادفيرسير. هذا هو السيرلينغ، هذا هو السيرلينغ، رحيم سيرلينغ هذه العقليه تاعو. رغم هذا الشيء محرز ده نقطه مقبوله، يعني نقطه ما هيش نقطه كبيره ونقطه مقبوله، 7.4 حسب موقع هوسكورد، يعني ده نقطة مقبولة جدا نظرا إلى عديد من الأمور المعطيات. خروج اللاعب في الدقيقة 65 اللي صراحة أنا كنت قال يعني ممكن نعذرو غوارديولا بحكم أنه عنده 5 تغييرات ولازم يدور على الفكتيف يدورها، معليش مي علاش سيرليك ما يخرجش؟ علاش سيرليك ما يخرجش؟ سيرلينغ انا ما يخرج، هادو جوار كل دارو، انا سيرلينغ ما يخرج. اذا الجنسيه تلعب دور، الجنسيه تلعب دور كبير مهما يكون اسم المدربه، خاصه الجنسيه، الجنسيه تلعب دور. دي بروين خرج، محرز خرج، دافيد سيلفا خروجه متوقع، اول ناس اول واحد اللي خرج دافيد سيلفا مع محرز، ما المفروض يخرج دافيد سيلفا الاول لان دافيد سيلفا كبر في السن ورايحين يبدلوه، رايحين يشوفوا لاعب جديد، خاصه اذا ما تعاقبش السيتي مع في المحكمه الطاسي، اذا ما عاقبوهاش وربحت في القضيه رايحين يبيعوه ورايحين يجيبوا جون صغير، ودوكا يخدموا فودان، فودان هو اللي لحد الساعه هو خالفه دافيد سيلفا الى غايه ان يتم شراء لاعب جديد. الشيء اللي دوخ كما قلت لكم سيرلينغ ما يخرجش، لي جوار كامل يخرجوا بصح سيرلينغ ما يخرجش. علاش؟ لانه انجليزي والدوري انجليزي ولاعب المنتخب الوطني الانجليزي يخرجوا لي جوار كامل، اما بصح سيرلينغ ما يخرجش، سيرلينغ ما يخرجش. راه شفتوها الغارديان نتاع سيتي يباسي المحرز اكثر من سيرلينغ. انا لو جيت اونترينار، لو جيت اونترينار اللاعب الان نديرو في البنك مهما يكون اسمه، مهما يكون اسمه سواء محرز ولا سيرلينغ ولا اللي ملعبش مع صحابه، اناني يريح في البنك. بصح ما يريحش في البنك سيرلينغ، سيرلينغ يلعب اساسي، اساسي دائما تيتولار، ما يخرجش، ما يخرجش تيتولار، ما يخرجش السيرلينغ، ما يخرج يلعب اناني، يكون خارج الاطار، يماركي ما يماركيش، يضيع، يجيب كارت جون ليه، هو يدير الاخطاء ما يمدش لصحابو، ما يخرج. بينما غلطه واحده يديرها محرز بنك، الحمد لله يعني مقابله ما دار فيها ولا غلطه، خرج دافيد سيلفا، دافيد سيلفا قلنا بحكم كبر السن، ومحرز علاه ما شفتش السيرلينغ. والله لي زونغلي يغضبوا عليك. ما ندخلش في خيارات المدرب، لكن حاب نقول حاجه قبل ما نختم، انذار شديد اللهجه نقولها لكم، واشفوا على الكلام هذا مليح 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 خاوتي. بالطريقه اللي راهي تمشي بها السيتي الان، بالطريقه اللي راهي تمشي بها السيتي الان نتاع شيكور شواكر في ليكيب ومنهم سيرلينغ شيكور، اخي ربحت السيتي في ريال مدريد في سانتياغو برنابيو 2-1، ها الرياض دوكا تشوفوا واش يدير معاه بالطريقه اللي تمشي بها السيتي. بس رغم انها تقريبا 80% ولا 70% راهي متاهله السيتي، حتى لو فاتت الريال ما تروحش بعيد السيتي، ما تروحش بعيد بالطريقه هذه. علاش؟ لان فريق تاع شوكر، نادي شوكر، نادي اللي فيه جوار يلعب اناني ما يخرجش، النادي اللي فيه جوار ما يباسيش لصحابه بصح ما يخرجش، النادي اللي فيه جوار مهما يكون خارج الاطار مش في نهارو ما يخرجش، يبقى ديما تيتولار. بينما صحابه يخرجوا يديروا غرو ماتش يخرجوا، يغلطوا في باس يخرجوا، بينما هو ما يخرجش. علاه؟ لانه انجليزي. والمحاباة تاع لي زونغلي، باش لي زونغلي والاعلام الانجليزي نعرفوه اعلام قوي، باش يرضى عليا الاعلام الانجليزي لازم ولدهم يلعب ديما تيتولار. هذه مش عنصريه ولا حقيقه، رانا نشوفوا يا اخي فيلم يا اخي الحمد لله نشوفوا فيها صوت وصوره،
مش نكذبوا على الناس، صوت وصوره خارج الاطار سيلينغ ما يخرج، ما يماركيش ما يخرج، ما يمدش لصحابه ما يخرج، يكون اناني ما يخرج، ديما تيتولار حقيقه. نتمنوا التوفيق لرياض محرز في قادم المقابلات ومزيد من التالق، وما ننساوش ايضا فوزي غلام اللي راه راجع، نتمناو له يرجع ويكون في مستوى فوزي غلام اللي كنا نعرفوه سابقا. فالاخير خاوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.